السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية اخواني وحبايبي المتابعين. اليوم احنا في سوق الحمام كبير، ان شاء الله راح يكون فيديو مرتب محترم وممتع. اليوم صورنا فيديوهين، مش فيديو، صورنا فيديو التحدي تبع ال 1500 دينار اردني، طيرناهم وان شاء الله بس نروح بنكمل تصوير الفيديو، وهسه احنا نازلين على سوق الحمام. ما هي بداية السوق اخوان، خليكم معنا. طبعا يا اخوان بلشنا يومنا بجوزها الشكاري، الصفور الجميلات ما شاء الله، وجوزها المسويد الله يبارك صلاة النبي، ايش كسبوا صلاة النبي من سوق الحمام وسط البلد. صلاة النبي هذا جلف قراقط يا اخوان ضخم، صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله. هذا يجي واحد يقول لك مسود قراقطه، انا بتوقع انه جلف قراقطه لانه عشره جاي جاي يعني اسود، او خلينا نحكي سكني ما شاء الله. لما تشايفين هون ان هنا الحياه سود مسود سودات سلافر ما شاء الله على روسيات ما شاء الله. طبعا هذا انتاج المفرق كله صح؟ المفرق ما شاء الله، الله على شلفة القراطة ما شاء الله، صلاة النبي الله يطرح له البركة ما شاء الله، صلاة النبي اشي جميل الله يبارك له الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله. هذول بيحكوا لهم روسيات صح؟ شو سعر الجوز منهن؟ او الحبتين شكلة يعني من إلى 30 40 50 يعني من 30 الى 50 يا اخوان ما شاء الله. الجوز هاي روسيات ما شاء الله. الشكال الصفر قديش هذول؟ ما شاء الله 50 ليره يا اخوان، والله انهن محترمات عن جد محترمات. شغلات عندك فراخ منهن ما شاء الله. المسويد ما شاء الله، المسويد 40 ليره يا اخوان والله ببلاش. طلع الفحل كثير، فحل كثير جميل، الوجه تبعه ما شاء الله إشي حبات حلوة الله يطرح له البركة. طلع البلونة إيش كبير، بلونة ألماني الله يبارك. يلا إخوان بداية الفيديو، بداية السوق حلو يعني المدينة ما شاء الله. يلا خليكم معنا. طلع ما شاء الله يا إخوان هالحبات صلاة النبي، مكابي وملحيات حمر ما شاء الله، ايش محترم اليوم السوق، بدايته حلوه ان شاء الله ما شاء الله. صلاة النبي ما شاء الله، صلاة النبي ما شاء الله. عندنا هنا الهومرات، عندنا هومرات على مراسليات ما شاء الله، مع كيف الله يبارك صلاة النبي الله ما شاء الله. بس يعني مش الهومر الأصلي اللي بالك فيه، بس ايش يعني حلو ما شاء الله. هاي طيرة سوداك مكابي او سلافر عندك هنا ما شاء الله، دول الفرخين اخوان شكلهم فحل وطيرة بس ما شاء الله عليهم ضخمات وشي مميز ومرتب الله يبارك الله يبارك. طبعا في هنا عندنا في هنا كم من حبة هان كمان جميلات صلاة النبي، مكابي ويهوديات وهزازات الله الله يبارك. طبعا يا اخوان مين معك؟ هذول معك عادي نصور هون ها اخواني. عنده كم من حبه هان ما شاء الله عليه الشب. هذول ابوازك جواز ولا ايش؟ ما شاء الله. قديش الجوز؟ خمسة جوز واحد الله يا زلمة. ليش هيك منزلين السعر؟ نزلينه على الارض يا زلمه، شو ها السوق ها؟ الله يفرجها الله يفرجها ان شاء الله. طلعوا ما شاء الله، طلع مغبرات. طواير هدول ولا ايش؟ طواير هدول؟ لا لا هي اه ما شاء الله. اه فحل وطيرته يعني، وحط معهم طير زياده يعني ما شاء الله الله يبارك ما شاء الله عليهم. يلا يعطيك العافيه. السلام عليكم يا اخوان. عند الزلمه دائما بنزل شغلات نخب صلاة النبي، عن جد ملحيات اشي محترم. سيبك من هدول، هدول الجوز اشي، هدول جوز اخوان ما شاء الله. هذول اولادهن ولا جوز ثانيات؟ جوز ثانيات ما شاء الله. شوفوا شو بيحكوا لهم هذول؟ بدافوست اخوان ما شاء الله. قديش الجوز هذول البيض؟ 75 ليره يا اخوان ما شاء الله عليهن. شغلات ما شاء الله. والملحيات السود 80 ليره ما شاء الله، والله بسود صلاة النبي الله يبارك. هذول معك عادي؟ عادي نصور هون؟ ايه خلاص ما شاء الله الله يبارك الله يطرح لك البركه يا عم. سين نصور هان عادي الله يبارك لك يا عم
ما شاء الله، شوفوا ما شاء الله. تمام، أنا عندك كشامرة تمرات صلاة النبي الله يبارك، باكستانيات عباسي. هلا يا عم، حياك الله، الله يعطيك العافية. الله يخليك يا عمي، الله يخليك. احنا بنحب نستأذن قبل أي شيء، أفضل شيء. الله يخليك يا عمي، الله يخليك يا عمي، الله يسعدك يا رب. ما شاء الله مسوي دراك، الله يبارك. جوز الله يطرح له البركة ما شاء الله. الزلمة بتابعنا طلع، الله يبارك له ما شاء الله. في عندك هنا حردون أحمر جميل، الشخش اللي هذا خاش بغيار رهيب يا حرام، طلعوا كيف الغيار الريش الخاش فيه. عندك كم من حبة هان محترمات ما شاء الله. عندك كان كشامرة صلاة النبي الله يبارك. يلا تطلع الفيديو عادي، تطلع الفيديو خمس صلوات أبو يوسف ما شاء الله. والله ببلاش، الله يبارك لك يا رب. الله يخليك، الله يطرح لك البركة يا رب. عروض اليوم، ايوه ما شاء الله. معك هان ما شاء الله زواجك. هانا في اكمل ما شاء الله، ما شاء الله، الله يبارك لك ما شاء الله. الله يطرح لك البركة ما شاء الله. الله يا اخوان ما شاء الله، السوق اليوم جميل جميل ابو يوسف. في حمام حلو، طيرة بندقاي بيضة ما شاء الله، الله يبارك. فحل كشميري ولا هو طيرة ما شاء الله، أصلية صلاة النبي الله يبارك. ما شاء الله، الله يطرح لك البركة يا عم. يا الله يعطيك العافية. عن هذول إنتاج طبربور منافيخ، شو بحكوا له منافيخ إيش هذول؟ منافيخ ألماني. إيه؟ ألماني. منافيخ ألماني يا إخوان. ما شاء الله. السلام عليكم. ما شاء الله، الله يبارك صلاة النبي. قديش سعر الجوز منهن؟ فراخ ولا مخليف هذول ولا إيش؟ مخليف. قديش سعر الجوز منهم بيجوا زي هيك؟ حسب يا 25 و30، يعني بين 25 و30. بلونيات مكريات ما شاء الله. هنا عندك كم من حبه، الله يبارك. شو هذا النوع بحكوا له زي هيك؟ هزاز. ايش يعني هزاز هيك بس؟ غريب يا اخي بحسه ما شاء الله. وهي في ناس بيسالني على الهومرات، هي يمه ما شاء الله طلعوا الهومر هات صلاه النبي الله يبارك. برنس ازرق جاي بقى. عندك الجوز هذول ما شاء الله. طبعا يا اخوان السوق اليوم حلو جميل الله يبارك، الشباب اليوم صحصحة الله يفرج. طبعا اسعار لسه ما سالنا يعني كثير عشان اقدر اعطيكم اسعار 100% اعطيكم للسوق، بس ان شاء الله يعني يكون الوضع تمام. يلا يعطيكم العافيه. طبعا يا اخوان في العمري وفي العمري ما شاء الله، في المنمر هذول ضرب ما شاء الله، الله يبارك. في جوائز اليوم؟ لا والله اليوم ما في. ما بدك تعطي حده؟ لا والله ما في. لا ما بدك تعطي، هذيك المره وزعنا 25 طيره كلنا هوا. بدك المره الجايه ناوي اجيب 100 ان شاء الله، ان شاء الله 100 ما شاء الله، الله يبارك. اخوان عنده كم من طيره كشميريه حلوات، هان عندك طيره وهان عندك طيره ما شاء الله، الله يطرح له البركه. الزلمه محترم ما شاء الله عليه ومقدر، الله يعطيه الصحه والعافيه. يعني حتى قال لنا وزع 2-3، بس اذا بلشنا توزيع اكلنا هوا اليوم، فخلينا من دون التوزيع. معك هذول؟ لا مع الشغل معلمي. بصير نصور لهم فيديو صغير، هذول البغادنا البيض، بصير نصور بغادنا البيض فيديو صغير. الله يبارك لك، زيح شوي والله. طلع يا اخوان جوز بغادنا بيض، ايش جميل، الله يطرح له البركة. طلع اخوان عليها مخمات صلاة النبي. ثلاث كرات يا ابو، ثلاث كرات. شو سعرهن الجوز هذول؟ 35 ليرة، 70 يعني 50 دولار تقريبا، 55 دولار. الله يبارك. والله يا اخوان زمان هذول كان حقهم بالمئات. الله يبارك. معه هنا كم من حبه صلاه النبي ما شاء الله عليهم يا اخي، والله العظيم 35 ليره والله شيء بحزن، شيء بحزن عن جد، شيء بحزن والله يا اخوان. يلا الله يطرح له البركه ان شاء الله ويرزقه بالاحسن. والله ريحاني نخب صلاه النبي. شو سعره هذا الريحاني؟ والله ما شاء الله عليه اخوان، جاجة فعلا صاحبه. صاحبه حكى عليه جاجة وهو جاجة فعليا يا اخوان ما شاء الله. صلاة النبي الله يبارك. انا في عندك ثلاثات، انا عند الزلمة المحترم والله في عنده دبابنا ثلاثات، طلع دباني ما شاء الله عليه، دباني يراه ما شاء الله. الله يطرح له البركة ان شاء الله، الله يرزقه. موقر كمان ما شاء الله، صلاة النبي ما شاء الله ما شاء الله، الله يطرح له البركة ان شاء الله. يلا يعطيك العافية اخوي. السلام عليكم محمد. ايش يا محمد قديش هدول الجواز؟ جواز هاي ولا فردات؟ ثلاث فحول وثلاث طواير. فحلين؟ اثنين فحول وثلاث طواير ما شاء الله. طلع اخوان بكشف الوحدات ما شاء الله، الدبايب الله يبارك. معه طيرة زاجلة، عندنا هنا يوسف ما شاء الله، هي عنده مرقع ما شاء الله، رقع اصفر جميل والله صلاة النبي الله يبارك.
الله له البركه وقرقرات طبعا. وينه محمد الثاني؟ جاي يجي هو طريق. شوفي انت بتكش، انت في فراخ هسه ولا ما في فراخ؟ لا هسه انا كله جيك كله بروك، انا بصو ريشه كله على الريشه. ايوه بروك خلاص برن جيك. امتى بخلص بروك؟ بروك هاي شهر 10 شهر 9 خلص. وامتى ببلش؟ ببلش شهر 11 كله هاي الجيك. لا بخلص هيك 11. امتى ببلش؟ ببلش ممكن شهر 11 12. انت مش فاهم يعني امتى ببلش اللي بروح. أيوة. خلص هو مش فاهم يا اخوان، انت بس هو عارف امتى بخلص. 11 اول 12 بصير كله تمام. كله تمام. كله تمام. يعطيك العافيه حمود. يا الله سلام حبيبي. اخوان نوع ذره نص اليف بيقول لك ما شاء الله عليه. هيك نص اليف؟ كيف لو كان اليف بيطلع ليل؟ هو 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 يشرد الحزين. لا تبي المشكله مش هاني انه يتغفوا بسه، والله مصيبه. شو نوعه قلت لي؟ ذره. قد ايش سعره زي هيك؟ 25 حبه طويله. صح مبين ما شاء الله صغيره سنة. 25 ليره يا اخوان. يلا يعطيك العافيه عليك. طبعا يا اخوان احنا عند محل العصافير، في ناس كثير يا اخوان سالني عن اسعار الحساسين وعن اسعار الفراخ الحساسين والمخاليف والفحول والطواير. تمام يا اخوان، طبعا هذول مش حاسين، هذول بصراحه بيحكوا له فراوله شيء زي هيك. تمام ما شاء الله زي ما انتم شايفين احنا بمحل العصافير هذا. تمام هسه بنفرجيكم في كميه كليتها. هذه عصافير، هاي كنارات حساسين، حتى فوق في كمان كليتها هاد حساسين. هسه بنقول لكم قد ايش سعرها، بس خلينا نفرجيكم الكنارات. هنا ما شاء الله كمان عندنا شويه كنارات. محل هذا اخوان يعني تقريبا صورت المحلات كثير، بس انظف كنارات بلقاهم صراحة. يعني الكنارات النظيفة شكلها حلو مرتب، دائما بلقاها بالمحل هذا. تمام هذا ايش؟ هذا بلبل عراقي بحكوا له او شيء زي هيك. ما شاء الله صلاة النبي. عندنا هون كمان طلع الكنارات عن جد نظيفة يا اخوان ما شاء الله. صلاة النبي. عندك هان كمان كمية ما شاء الله محترمة. الكنارات عليهم اسعار ولا بس؟ الكنار يا اخوان الفحل ب 15 والطيره ب 10، وتعال نقل بدك اياه. طلع عقب ابيض مقمبر ما شاء الله، عندك اصفر ليموني وعندك اصفر جزري او جزري. عندك هنا ما شاء الله يا اخي صحتهن صلاه النبي شيء منيح ومحترم، يعني مرتبات ما شاء الله بتحسهن مش زي العاديات. هاي اصفر مقمبر تمام، مقمبر برفعه وش بحكوا له بغرزه ما شاء الله. هذول شكلهم طواير، مبينات طواير نواعم هيك امورات، دائما الطيره ناعمه بتلقاها اموره ما شاء الله صلاه النبي. انا عندك كم شت حساسين لسه مش مفروزه. تمام وها نفس عندك معاك الفحول. هسه اخوان بنخلي الشاب يعلمنا كيف تعرف الفحل من الطيره في الحسون اللي تعم الفائده. يعني الفرخ صعب يعرف؟ مش على طريق الجناح ممكن يعني شغلات يعني هي بتذكر الطيره فيها ممكن تضبط وممكن ما تضبط. بس يعني نسبه معينه ممكن نحكي. مش كل الصور بتكون هيك، ممكن تلاقي ذكر جناحه لونه اصفر، ممكن تلاقي جناحه لونه اسود. ايوه جناحه اسود ومشاي سكن يعني. حلو. طب هسه عندك الفحول قديش قلت لي؟ الذكر ب 17 والانثى ب 10. طبعا بيعطيك فحل وانثاي انثاي، ما فيش مجال تطلع فحل، يعني هو بنقي لك اياها ما شاء الله كليتها صحتها حلوه يا اخوان ما شاء الله صلاه النبي. طلعوا صلاه النبي. الله يطرح له البركه. طبعا طلعوا ما شاء الله ما شاء الله، طلع للاخر. ها طلعوا ما شاء الله صلاه النبي صلاه النبي. طبعا هاي جلب يا اخوان صيد، بس مش عارف كيف بصيدوا العصافير اللي في الفراخ. يعني انا مش فاهم يعني ليش ما يصيد كبير مثلا، ما بعرف. هسه بنساله، بدي اسالك سؤال، بالله سؤال يعني محيرني عن جد. هسه هدول صيد صح؟ طب شو المعنى بتنصاد الفراخ؟ ليش مثلا ما بتصيد كبير ما بنصاد لك؟ كل شيء يعني
يعني هذا موسم فراخ فبصيدوا بس فراخ. الاهالي ما بنصادن هسه. طب يعني كل تحديد بالطبيعه فراخ، كل تحديد بيض، ما بصيدوا الاهالي. يعني هسه هم بصيدوا الكل بس بفرزوا الفراخ. بصيدوا بس الفراخ. طب كيف؟ عادي. مثلا الشبكه صادت فراخ كبار بطير الكبار. بطير الكبار، انا هيك قصدي، عشان ينتجن. طبعا يا اخوان بطير الكبيره وبخلي الفراخ، بصيد الفراخ وبجيبها. طبعا هدول ابصر جلب اي بلد هاي؟ العراق. من العراق يا اخوان، هدول جايات جلب من صيد العراق. طلعوا ما شاء الله قديش عندهم كميات يا اخي. والله احنا الاردن ماكلين هوا، والله ماكلين هوا. طلع صراحه النبي، يعني لو واحد يكسب فينا اجر يا اخوان هدول يفلتهم بالاردن، خلي يصير عندنا صيد حسون. صيادين في الأردن صيادوا قدم مليون مرة. يعني احنا عندنا فيه بالأردن أصلا كان فيه بس راح قد ما صادوه. أيوة صار بده أماكن يا عمي، زي غابات شغلات كيف الزلاف قصدك؟ مش زينا. أيوة احنا عندنا طمعين يا اخوان، بجر الجرد اخضر يابس، فحل طيرة على البيض ولا مش على البيض، واخذوا البيض بحضنوه يا اخوان. والله الله يبارك. طب اعطينا رقم تليفونك. طبعا يا اخوان للكميات السعر بيختلف، بس قول له من طرف ابو يوسف وان شاء الله بقصرش معك. اعطينا رقم تليفونك. 789 ايوه 85 ايوه 9326. الله يبارك، يعطيك العافيه اخوان. السلام عليكم اخوان. شنو هو؟ ما شاء الله صلاة النبي اخوان. ببرقين برق، شنو الحين زي هيك هذول؟ شنو؟ زين ما شاء الله. شوف صلاة النبي، نخل. الله يبارك فيك، الله يبارك ما شاء الله. شو سعر الجوز زي هيك؟ 150، وهذا ايش نوعه؟ هذا وكا. ايش؟ وكا. 140. ما شاء الله. شب عنده شغلات حلوة والله ما شاء الله. أصور هنا عادي. هذا كوكتيل صح؟ 50 جوز شغلات كله انا ما وقفت. عندك هنا كمان كوكتيل، الله يبارك فيه، الله يفتح له. عنده كم شتانه كل ايت حب، الله يبارك له ما شاء الله، الله يبارك. يعطيك العافيه اخوي، شكرا لك. والله يا اخوان ما شاء الله، والله جميلات جميلات صلاه النبي، الله يبارك. اليوم سوق الكلاب يا اخوان كل ايت طنطاط، كل ايت طنطاط. بلش من اول هذا. ايش يا معلم كيف حالك؟ هذا أول واحد عندنا الحج هاف. معلم عندنا هاف ما شاء الله، يعني طلع لون عينه غريب هاف. في عندنا كلب هنا تقريبا معه غيبوبة. عندنا هنا الشاب هذا المحترم نوره معلم. هنا إخوان جراو ما شاء الله جميلة حلوات. يلا يعطيك العافية يا اخوان. طلعوا الدجاج من صلاة النبي، لبندر العتيبي هذا ما شاء الله. كيف بندر؟ والله بدلعك يا بندر، انت الوحيد اللي بصور لك على الطلب. طلع ما شاء الله. طبعا هذا الديك لسه يدوب بلش يصير عمره 3 أشهر. تمام طلع المصوف 3 بـ10 ولا وحدة بـ5. الصيصان الصغار مش الكبار. تمام ايه كيف طلع كيف نقرته مزنخ. والله نقرته من عينه مزنخة دجاجة هاي. الله يبارك ما شاء الله. طلعوا اخوان الله كيف بندر، مزبطينك يا بندر. بندر رتيب. هذول ديكيان ولا كيف هذول؟ انا في عندك هيو باكستاني جوا. القفص حلو نظامه هذا، الله يبارك ما شاء الله. يلا يعطيكم العافيه اخوان. عندنا هون هاي فحول كليتها ما شاء الله. طبعا جل في القراك طبعا بس فيه كبره والله بس جميل ما شاء الله. هذا ايش هذا يعني؟ ايش طبع نفسي ما شاء الله. هذا زومبي اخوان اسود شايفين ما شاء الله. الله يبارك بتنجاني الله يطرح البركه ما شاء الله. شخشلي جميل هذا والله جميل ما
شاء الله عليه. طيب رايح زي ده في شيء مثلا. والله في انا كم من طيره ما شاء الله، طير الشخشليه حلوه غير والله. شفار صلاه النبي. الله يبارك ما شاء الله. حلوه الطيره هاي عن جد جميله الطيره الشخشليه. ما شاء الله. الله يطرح له البركه والله حبات حلوه هذول يعني بالذات الطيره الشخشليه هان. عندك الشخشلي الاسود هان كمان جميل ما شاء الله. الله يبارك له. الله يبارك ما شاء الله. مصر يا رضي فيه كبره بس كل زق يعني يعتبر. يلا يعطيك العافيه اخوان. في طير ابصر شنوع ام الاولانيه، هذا هو برامل برفعه ولا بلد برق ولا زاجل ولا ايش انت شنوع هذا؟ وين ضاربه؟ علم هذا صيد وصيد. طب امسك 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 والله صدته انا وكشير. طيب وجه رساله لصاحبه خليه اذا بيعرفه او شيء. ما بعرف كلب عطير. طب ارفع ارفع خلنا ناخذ لقطه الشاشه. هذا ماشي شفت هذا؟ اه انا شنو هذا باي قاموس الحمامه؟ ايش هذا؟ ميمي بلدي بقرفل. ما بتعرف. طب شنو هذا؟ ما بعرف هو طاير شفته سكسفون صايد. وانت كمان؟ طب وجه رساله لصاحبه يا زبلكي بيشاهدنا. ايش يا حبيبي؟ صاحبه انا ما بوجه له رساله وجهه باجي بحكي. طب انت بتعرف صاحبه؟ طب اعطينا لقطه الشاشه له. يلا ارفع الطير. الله يبارك. الله ما نعرف شو الشوط. يلا حلو. طب شنو هذا عن جد؟ وين ايش هذا؟ سمعت الصبح يقولوا لي محير. ما هو هسه النوع المحير صار نوع اللي مالوش نوع. صار اي واحد يطلع طير ما يعرف شو نوعه يقول لك عليه محير. الله يبارك ما شاء الله. المانيات شنو نصور لنا؟ غلبني غلبك صيد هذا ما شاء الله. الله يبارك ما شاء الله حلو جميل. انت ابو يوسف؟ اه ما شاء الله. الله يبارك في هنا عندنا كم من حبه. شو بحكوا لهم هذول؟ هذول المانيات وملك الجبل. المانيات وملك الجبل ما شاء الله. قديش سعر الجوز منهن؟ 25 ما شاء الله ما شاء الله. الله يبارك له الزلمه محترم ما شاء الله. الله يطرح له البركه. الله يطرح له البركه. والله ما شاء الله الزلمه محترم والله كسر الله خيره يعني. ايش يعني جميل. عندك منهن انواع غير؟ طب بتبيع كميات؟ تبيع كميات؟ اه. طب اعطينا رقمك بلكي احد عجبه شيء رن عليك تستفيد. يلا نقل 07 79 07 7 0 8 7 0 8 7 0 0. اي شيء بخص الزينه والالماني يا اخوان عند الزلمه وان شاء الله بقصرش معك. وابو ايش؟ ابو محمد يا اخوان ان شاء الله ما بقصر معك. يعطيك العافيه يا عم ابو محمد. اخوان الشاب هذا من اربد. ابو ايش؟ ابو عبد الله من اربد ما شاء الله. عنده كم من حبه احترامات هذول منزلهن صلاه النبي ما شاء الله. والله اربد فيها مربيه انا فرجيك هسه شويه حمام مرتبه. الله يبارك لك ابو عبد الله. طبعا هنا عندك كم من حبه هان محترمات صلاه النبي. شوف البغداديه طيره صفره جميله. الله يبارك ما شاء الله. هذول كلهم طواير هان. عندك هنا مسوي اصفر على شخشلي وهذول ايش قرمشات على من هذا ملك جبل. ملك جبل ايوه قالونيه شخشلي مصري ما شاء الله. هذا الشكاني هومر ابيض صلاه النبي. هسه شو رايك بموضوع الهومرات يلي ما بينتجوا دائما اغلبيه؟ هل صحيح انه الحمام فتره الحمام كله غير ريش؟ هسه احط احتمال انه اغلب الحمام 80% حمام ما بيشتغلش، واللي بفهم ما بيشتغلش حمامه الغالي. حلو بريح الحمام. بريح الحمام عشان الغير ريش عشان ببلش كمان شهرين ببلش موسم الانتاج. طب هل صحيح موضوع الحمام الالماني اللي ما بينتج بيكون مضروب ابر وهيك عشان ما ينتج؟ ما دخل مجدد. يعني ممكن تلاقي حمام ألماني وينتج. بس كيف البشر في عندك عقيم وفي عندك مخلف وفي عندك إشي بثمر إشي مثمر نفس إشي الحمام. حلو. شرط كمان بالحمام إيش كل إشي مخلوق خلقه رب العالمين عشان. بس إحنا بنحكي كشكل عام يعني بحس إنه أكثر الحمام هيك أنا ما بعرف اللي بيجي من برا مش الألماني الداخلي في البلد. مش إنتاج البلد قصدي أنا. الطلبيات تبانك عن الطلبيات اللي بتيجي من برا. أيوة آه. والله هاي عادي هاي حظوظ. حظوظ. بس انه مضرب كثير. اه اه يلا يعطيكم العافيه شباب. اي رقم ابو عبد الله؟ برقم ابو عبد الله اعطينا رقمك. 07 91 61 417. هاي رقم يا اخوان. اعمل مزاد كمان ان شاء الله اليومين هذول راح اعمل صفحه مزاد باسعار ان شاء الله ترضي الجميع ان شاء الله. الله يبارك. شو اسم الصفحه؟ قررت اسمها ولا لسه؟ والله بعد ما فكرناش بس ان شاء الله يلا يعني الجمعه الجايه يا اخوان بنجيب لكم اسم الصفحه ان شاء الله راح يبلش مزاد كمان. هذول بس انا اشوف يعني شو التفاعل ان شاء الله راح اعمل راح اجيب صفحه واعمل مزاد
كنا صرنا ننزل عمان كثير بين اربد وعمان يعني راح حلو يعني بصير التوصيل بسوق البلد على التوصيل بصير يوم الجمعة يعني المساء راح يكون يوم احد اثنين او اثنين ثلاث حلو عشان يكون التوصيل مجانا يوم الجمعة لعمان الله يبارك الله يبارك سوق عمان الله يبارك يعطيك العافية ابو عبد الله حبيبي ما شاء الله طلعوا هذول مغبير صلاة النبي محترمات فلوس بولنديات انجليزيات ما شاء الله ما شاء الله دبانيات شوف هالدباني صلاة النبي شوف هالجوز الله يبارك ما شاء الله ما شاء الله طلع الفحل هلا يا قلبي كيف حالك؟ هاي قالك يا ابن مالك شو ربحت معنا هذيك المرة؟ طباشير اللحم ما شاء الله مبروك أخوك هذا؟ ليش اليوم فيش معك حمام؟ اليوم لا معك شو معك وين؟ فرجينا معك حمام جيب هيني هان أنا بستدنك طبعا عندك هنا كم من حبة يا أخوان ما شاء الله الله يبارك له الزلمة محترم عنده حبات حلوة إيه الله يعطيك العافية يعني اخوان زواجل مكاتيف طبعا في نوارس عندك جوز عمر نوارس ما شاء الله الله يبارك له ما شاء الله زين ايما ابو الحارث هذول كويسات والله ابو الحارث جوزين وينك ابو الحارث صفر يا ابو الحارث ما شاء الله الله يبارك له ما شاء الله هذا شيء محترم عنده سود وصفر عنده انا كم الفرخ الله يبارك له راح له البركه ما شاء الله انا عنده كمان ما شاء الله طلعنا أصفر مصر أصفر صلاة النبي ما شاء الله الله يطرح لك البركة يا عم الله يبارك لك يا رب ما شاء الله صيصان حتى فيه هي العقرود الصيصان باكستاني ألماني قديش حق الحبة 7 ليرات الحبة إخوان باكستاني ألماني ما شاء الله الله يبارك طبعا أنا في مديوك هذا كأنه ذيك طلع كيف مكشر يا إخوان كشرته والله كشرته قوية طلع وريك الله كيف مكسر الجواس ولا ليش مكسر هيك والله مكسر مكسر عن جد انسى دواوين يلا يعطيك العافية شكرا لك عمي السلام عليكم هذول جواز ما شاء الله هني الطيرة ارجع محمد شوي وراء ما شاء الله هذول جواز يعني شو طالب فينا دول 15 ما شاء الله الله يبارك طبعا هذا اخوان دائما مصور ما يطلع معنا يلا يعطيك العافيه يلا يا اخوان نختم الفيديو مع الشباب المحترمين هذول ما كمل حبه ما شاء الله هذول كلهم مبركات دور حمام شكلهن الله يطرح لكم البركه ايش هذا كبير هذا ليش ما له حاله الله عليك هي اعطانا هديه الشاب الله يبارك له طب غرفه الزق يعطيكم العافيه اخواني وحبه نزع اليوتيوب طبعا اخوان طيره سوداء جميلة ما شاء الله عليها هيها ورا تبديك انا الجنوب اللي عندي ما شاء الله عنده كم من مسود حلو جميل كمان ايش مرتب مش قادر ارجع اكثر من ورا اكثر من هيك ورا مش قادر ارجع ما شاء الله سود هذا خارك يا اخوان بس خاشب غيار اشي جميل الله يطرح البركة صاحبهن هاي شكله طيرتين وفحلين طيرتين وفحلين صح؟ ما شاء الله هاي طيرة هاي طيرة هاي فحل وهي فحل هاي الطيرة هاي كثير جميلة يا اخوان ضخمة ضخمة يعني اشي محترم ولي ابو يوسف ولي ولي هلا يا حبيبي حياك الله يا قلبي ما شاء الله شوف الله يبارك على صاحبهن والله صاحب النصيب ويطرح البركه يلا يعطيك العافيه مع اخوان الشاب ابو محمد ابو محمد الله معانا الشاب اسمه نافذ تمام وعندنا محمد بالسوق صورته سلمته قبل شوي ما شاء الله عليه والله شباب محترمين بتابعونا من زمان الله من حبك وما شاء الله عليه الله يسعدك يا رب ويخليك حبيبي الله يسعدك يا اخوان هاي كانت نهايه الفيديو يعطيكم العافيه والسلام عليكم حبيبنا ابو محمد